الشوارع تغير شكلها والبشر تبدل حالهم. هذه المشاهد مر عليها ما يقارب 50 عاماً، وهذه المشاهد بعد أن مرت تلك 50. اقتصاد صاعد ومعدل فقر ينخفض، سياحة رائجة، والعالم يراقب معجزة تكبر. هنا في شرق آسيا يمر الوقت سريعاً، فهنا تايلاند، الدولة التي عادت من الماضي لتدخل الحاضر والمستقبل من أوسع أبوابه. ولتستمتع أكثر، أحضر كوباً من القهوة وتعال لنروي لك قصة الاقتصاد التايلاندي والصعود للقمة بهدوء. ماض صعب. انتهت الحرب العالمية الثانية في 40ات القرن الماضي، وتركت خلفها دماراً اقتصادياً واسعاً في العالم، لكن هذا الدمار كان فادحاً في دول شرق آسيا، فتلك الدول لم تنجح بسبب الحرب من إدخال الثورة الصناعية لها. ومن بين تلك الدول كانت تايلاند، التي بقيت كما البقية تعتمد على الزراعة بشكل شبه كلي في اقتصادها. فبحسب الأرقام، كان 80% من الاقتصاد التايلاندي يعتمد على الصادرات الزراعية. وفي ذات الوقت كانت عجلة الصناعة بطيئة للغاية، وحتى إنها شبه معدومة، بالإضافة لارتفاع معدل الفقر بين السكان لأكثر من 50%. ووسط التوسع نحو المدن، بدأ يرتفع معدل الفقر والبطالة في 60ات القرن الماضي، حينها باتت الدولة أمام خيار واحد فقط، وهو العمل على تطوير اقتصادها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. ومن هنا بدأت الرحلة الأسطورية. البداية. القصة بدأت بالعام 1966، وذلك عندما قررت الحكومة تأسيس كيان جديد أطلقت عليه اسم مجلس الاستثمار. المجلس أسس لهدف واضح للجميع، وهو دعم عمليات التصنيع في البلاد بالكامل، وبتزامن معه عملية تنموية شاملة. البداية كانت مثالية للغاية بالنسبة لتايلاند، ففي ذات الفترة ارتبطت بعلاقات قوية ومميزة مع الولايات المتحدة، التي كانت تسعى لمد نفوذها في القارة الآسيوية على حساب الاتحاد السوفيتي، الذي كانت تخوض ضده حربا باردة. ولهذا سهلت تايلاند دخول المستثمرين الأمريكيين وأموالهم للأسواق، كما أعفتهم من العديد من القيود التي كانت تواجه الشركات المتعددة الجنسيات. وبذلك دخل الاستثمار الأمريكي والأجنبي لتايلاند سريعاً، وساعد بشكل مباشر في تحسين الصناعة التي باتت موجودة على الطريق فعلياً. التحول الجديد. بعد سنوات قليلة من إطلاق مجلس الاستثمار، اتخذت الحكومة التايلاندية منحاً جديداً في تطوير اقتصادها، وهذه المرة ركزت على الداخل أكثر من الاستثمار. فخلال تلك الفترة عززت الحكومة من جهودها التصنيعية، وانطلقت باستراتيجية استبدال الواردات، وتلك الاستراتيجية تعتبر أولى الخطوات لتطوير الصناعة في الدول النامية، حيث تقوم على فكرة تصنيع الواردات الشائعة في البلاد، والتي تكلف الدولة فاتورة ضخمة سنوياً. وبذلك تنجح الدولة بتوفير النقد الأجنبي أولاً، ثم زيادة القيمة المضافة، وأخيراً الهدف الأهم لتايلاند حينها، وهو التنويع في الاقتصاد بعيداً عن الزراعة. ومن خلال تلك الاستراتيجية نجحت تايلاند في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وفي ذات الوقت أدخلت العديد من الصناعات للدولة. خطوة للأمام. في 70ات القرن الماضي باتت خطط تايلاند تسير بسرعة، حيث دخلت البلاد عالم الصناعات المعقدة. وبعد أن نجحت بتحقيق الاكتفاء الذاتي صناعياً، انطلقت في عملية الترويج لصادراتها نحو الخارج، لتبدأ الحكومة في تعديل بعض الأنظمة في العام 1977، وذلك بهدف تقديم حوافز وتسهيلات خاصة للمصدرين، الأمر الذي جعل تايلاند بلداً جذاباً للاستثمارات الأجنبية، حيث بات المصدرون مدعومون بشكل كبير من الدولة،
وتلك التعديلات والعمليات دفعت دولاً جديدة للنظرة لتايلاند بنظرة إيجابية، فقد ظهرت اليابان التي كانت في ذروة نموها الصناعي لتوقع مجموعة من الشراكات مع تايلاند ساعدت في صعود القطاع الصناعي والاقتصاد عامة، ثم تلتها استثمارات سنغافورية وتايوانية. السر في الخلطة. منذ بداية الصعود في أواسط الستينيات قررت الحكومة خططا مدتها 5 سنوات، بحيث تتابع تقدم الخطط من خلال مجلس الاستثمار. وفي الواقع نجحت تلك الخطة بشكل كبير للغاية في تحديد السلبيات والإيجابيات في الحالة التايلاندية، كما عززت من الرقابة على أجهزة الدولة للتأكد من النتائج، حتى جاء العام 2017 لتقرر تايلاند تعديل ذلك النظام الاقتصادي، حيث أقر دستورها وللمرة الأولى خطة مدتها 20 عاماً على أساس أن تراجع كل 5 سنوات. تسعى تايلاند من خلال تلك الخطة إلى التحول بشكل كلي لاقتصاد قائم على الابتكار بحلول العام 2037، وبذلك تنتقل من كونها دولة متوسطة الدخل إلى مرتفعة الدخل. النتيجة. بعد مرور ما يقارب 50 عاماً على خطة تايلاند الاقتصادية، يمكن القول إن معجزة تايلاند اقتربت من التحقيق بشكل كلي. فمن دولة تعتمد على الزراعة بنسبة 80% باقتصادها إلى نسبة لا تزيد عن 8% للزراعة في الاقتصاد الجديد، كما بات القطاع الصناعي يشكل 35% من الاقتصاد، وقد نمت صادرات البلاد بنسبة 70%. يضاف لذلك أن تايلاند أضافت قطاعاً جديداً ومهماً لها، وهو القطاع السياحي الذي يساهم ب 15% في الاقتصاد أيضاً، وهو القطاع الذي تركز عليه تايلاند للمستقبل، وتحديداً السياحة العلاجية والاستشفائية. كما تميزت تايلاند بشواطئها الرائعة والثقافات المتنوعة فيها. بالإضافة لذلك فقد حددت تايلاند 10 قطاعات رئيسية للمستقبل، 5 قطاعات منه قائمة الآن مثل الزراعة والأغذية والإلكترونيات، و5 أخرى ترغب في التقدم فيها مثل الطب والطيران واللوجستيات والأتمتة والاقتصاد الرقمي. ولعل أبرز التحديات التي تواجهها الحكومة اليوم هي تقلب أسعار العملات ومحاولتها الحفاظ على ثبات السوق في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية التي لا تتوقف منذ ما يقارب 3 أعوام. ومع ذلك لا تزال خططها تسير بالطريق الصحيح، فنصيب الفرد من الناتج المحلي تخطى $15,000 حالياً، ويتوقع أن يرتفع أكثر وأكثر في السنوات القادمة بشكل متسارع أيضاً. فالآن تعمل تايلاند على زيادة تطورها وليس تحويل اقتصادها كما فعلت بالسابق، لتكمل المعجزة التي بدأتها من زمن بعيد ولا تزال مستمرة فيها، وتقدم في ذات الوقت مثالاً حياً لصعود الدولة من الصفر إلى القمة. فقصة تايلاند لا تتلخص في سنوات مرت وقرارات أصدرت، بل في استراتيجيات واسعة وحقيقية وخطط دققت بتمحص كبير، ويمكن أن تعطي الأمل لعشرات الدول النامية حول العالم لنفض الرماد والصعود للقمة.